هل قال المسيح أنا هو الله؟ أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان، بحييكم في اسم الرب يسوع المسيح له كل المجد. في هذه الحلقة رح نتناول هذا السؤال اللي دايما منواجهه، سواء مباشرة على التيفي، سواء على السوشيال ميديا، سواء مع الأشخاص اللي منتحدث معهم. اثبت لي، برهن لي، هل فعلا قال المسيح أنا هو الله؟ رح نتكلم عن الإثباتات والبراهين، أنه فعلا بتشوف مش برهان ولا اثنين، ولكن عشرات البراهين التي تثبت لاهوت وهوية يسوع المسيح. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير.